بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضنا طريقه الحشره في المقله، سهله واقتصاديه وناجحه في نفس الوقت. بقاو معايا باش ندوزوا المقادير. عندنا واحد ساشيه الزا، معلقه صغيره من الخميره الخبز، معلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من الملح، واحد كاس ممزوج بين الزبده المذابه وزيت المائده، الماء على حسب الخليط، وجوج زلايف من السميده. بسم الله على بركه الله، كنبداو جوج زلايف من السميده، كنضيفوا عليهم الملح والسكر، واحد صاشيه من الخميره الحلوه. بعد كنضيفوا الكاس اللي فيه الزبدة المذابة وزيت المائدة، وكنخلطوا الكل جيدا حتى يدخل لنا داك الزبدة والزيت في السميدة. هذه المرحلة مهمة جدا. كنضيفوا معلقة صغيرة من الخميرة الخبز، كنضيفو الماء تدريجيا شويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط، وكنخليوه يرتاح لمده 10 دقائق تقريبا. من بعد ما كنخليو العجين ديالنا يرتاح، دابا ندوزو باش نطبقوها. في الاول كندردرو شويه السميده باش ما تلصق ليناش في المقله، وكنبداو نطلقوها شويه بشويه، وكنقدوها من الجنب طبعا. باش نطيبوها في مقلاة تكون شوية ثقيلة على نار هادئة. الحرشة ديالنا هاهي وجدات. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر لايك.